طيب برضو واحد من ضمن اللقاءات المهمة جدا جدا معايا، أو عندنا لقاء لحد ما يجهز التليفون، معانا لقاء مع معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، زميلنا العزيز عمرو مختار أجرى هذا الحوار الخاص اللي فيه تفاصيل مهمة جدا، نتابعه مع حضراتكم بعدين نرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. برحب بيك زميل عزيز ابراهيم فايق، برحب بكل مشاهدينا الكرام عبر اون تايم سبورتس في كل مكان وجمهور برنامج جمهور الثالثه. الراجل بيعمل من اجل البلد، بيعمل بكل جهد وكل عزيمه، بيصر على عمله واداء مهمته رغم الظروف الصعبه التي تعاني منها مجتمعنا او العالم اجمع وخاصه مصر. قدوه بالسيد رئيس الجمهوريه هو الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. دكتور اشرف مشرفنا ونورنا، يعني مجهودات وزي ما شايف كلنا كمامات اهوت واجراءات احترازيه، مراكز الشباب كلها يعني يعتبر شغاله للتعقيمات وتجهيزات، ممكن نشوف حجر صحي في بعض الاحيان. الاجراءات اللي اتخذتها وزاره الشباب والرياضه يا دكتور في للحفاظ على الانديه ايضا من الانهيار، ايه هي يا دكتور؟ اولا بشكر حضرتك ووجودكم دايما باستمرار معانا والمنظومه الاعلاميه المصريه في الحقيقه في كل شيء بتقوم بيه. تحياتي للاستاذ ابراهيم ولحضرتك. كان في خطوات متدرجه احنا خدناها كمصر وبالتالي بتتابعها وزاره الشباب والرياضه، فبالتالي الانديه المصريه فتره التوقف الحاليه احنا ممتد لمده اسبوعين كمان، يعني لو احنا اسبوعين في اسبوعين احنا بنتكلم في شهر، لو الفتره يعني بعد كده نحن لا نعلم الفتره اللي تبقى للتوجه ايه وايه اللي هيحصل، لكن لازم تكون الانديه كلها عامله سيناريو واثنين وثلاثه من خلال مجالس ادارتها. احنا بقدر الامكان على الجانب الاقتصادي يعني طلعنا دعم اداري للانديه بصفه خاصه، الانديه يعني على مستوى مصر كلها، الانديه اللي هي ما عندهاش فرق كبيره درجه اولى، انا بتكلم لو كوره، لكن موجوده ومحتاجه هذا الدعم. يعني القسم الثاني والثالث ايضا طلعنا، لكن في حاجه هقولها تاني، احنا طلعنا للفتره اللي فاتت ديت اللي هي دعم الانديه كله من غير تصنيف للكوره، طلعنا عموما يعني اكتر من 11 مليون جنيه، وايضا لمراكز الشباب الفتره السابقه اللي هو الشهر ده الدعم الاداري اللي احنا بنطلعه، وطلعناه بسرعه عشان هذه الفتره. اكيد الانديه مش كل الانديه انديه الدوري بقى يعني عندها لاعبين بتعاقدات كبيره، ومش كل الانديه كان ليها دخل كبير، لكن الشيء الاساسي والمصروفات الاساسيه لاداره الانديه، وانا يعني بتكلم كخبير في الجزء ده، هو دخل الكره ومصروفات الكره. فدخل الكره ومصروفات الكره في معظم الانديه بيعمل عجز، بمعنى مصروفاتها هي دخلها كبير لكن مصروفاتها كتير. فبالتالي المتبقي من ميزانيه الكره بيساهم، اذا كان في متبقي الانديه كبيره بيساهم في بعض الانشطه الرياضيه، زائد قدره النادي ان هو يعمل مشروعات اقتصاديه او حاجه ثانيه، لكن مش كل الانديه بهذا الشكل، ممكن يكون مثلا 15 الى 25%. انا بتكلم على الانديه الشعبيه مش انديه الشركات او الانديه المرتبطه بالشعبيه والجماهيريه. طبعا اكيد مع المنظومه توقف الدوري يمكن الانديه الكبيره هي الاكثر تضررا شويه، فلما بيحصل ان اللاعب بيتضرر بقدر الامكان بيلجأ لاتحاد الكرة ثم الاتحاد الدولي ثم الكاس. تمام. هو الاتحاد الدولي أقر وبيقر إن يعني بيدرس موضوع تخفيضات العقود بشكل رسمي طبقا لهذه الظروف. إذا لازم يكون في مشاركة مجتمعية من اللاعبين، أنا بتكلم ده شيء اختياري قبل ما يكون رسمي، من اللاعبين لأنديتهم في هذا الجهد علشان يعني حجم الإنفاق. إن هم يتنازلوا يعني يا دكتور على بعض. يحصل تفاوض ويحصل يعني مقابلة للعقود الكبيرة بحيث إن فترة التوقف والفترة ديت كمان يعني ما فيش فيها حتى التوقف ده هنقول أنشطة تسويقية نادي يقوم بيها، علشان إحنا توقف في مصر ممكن يعمل بره مصر. طب الأندية الأقل وأندية الدرجة الثانية والثالثة هي أساساً تشارك في الدوريات فبتعمل مصروفات أكتر، بتكلم كخبير يعني. تمام. بتعمل مصروفات أكتر وعندها حجم عقود مش كتيرة للاعبين. واهم شيء عندها، انا بتكلم برضو بشكل تطبيقي عملي خبراتي يعني، اهم شيء عندها الانديه دي هي لما بتروح تلعب في المحافظات الاخرى فعايزه انتقالات وعايزه اقامه وتلعب المباريات، فده الحمل الاعلى اكتر عليها. هو ده خف من عليها دلوقتي، خلينا نتكلم بس ايه بشكل يعني انا مش معه وضد، انا بحلل كخبير، فبالتالي هو اتشال من عليه المصروفات المفروض هتكون موجوده. وماذا بعد ده اللي احنا بندرسه دلوقتي في وزاره الشباب والرياضه الحقيقه،
ان احنا ازاي قطاع الانديه ده ان احنا يعني نساعد فيها. بتكلم علشان الدوريات والمصروفات بس انا حللت لك الفئه دي والفئه دي ان بوزيتيف نيجاتيف ان نسبه التضرر لا يعني في برضو مصروفات من عليك ما بقتش موجوده في الدوريات صح. فبالتالي واحنا بقدر الامكان ادينا الكميه كبيره من الدعم. احنا بندرس عموما ايه اللي ممكن نعمله وكلمت مع الاستاذ عمرو الجناني قلت له طب تعالى نشوف ايه المبادرات اللي ممكن نعملها لانديه الدرجه الثالثه والرابعه. فينا شفت مبادرات فرديه كثيره على السوشيال من شباب مصري اصيل بيعمل هذا الموضوع دلوقتي وبشكره يعني بشكل كبير جدا. لكن ككوربريت او كمؤسسه فيمكن هيبقى فيه يعني مع الاستاذ عمرو الجنايني ان احنا بنتكلم سوا احنا كمان نشوف ايه اللي ممكن نطلعه او نعمله ونحط صندوق للفتره ديت الحاليه لدعم الانديه. اللاعبين الكبار اللي عايزين من خلال الاتحاد المصري ووزاره الشباب والرياضه يقدروا يكونوا موجودين. بعض الناس اللي موجوده في يعني حابه تدعم اهلا وسهلا احنا مدعمين كوزاره الشباب والرياضه بندرس ده دلوقتي يعني بشكل اكتوالي مع الخبراء. ان شاء الله ان شاء الله يعني ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان الفتره دي لا تطول. احنا شايفين طبعا دور كبير وتوجهات قد اساسا ان العجله الاقتصاديه تمشي. يعني تستمر وشايفين سيادته بينزل بنفسه واحنا موجودين والحكومه المصريه فبالتالي ان شاء الله الدنيا ما تطولش ان شاء الله. شايف ان ممكن الدوري يرجع والمسابقات ترجع مره اخرى؟ بص من مكاني انا مش عايز في الوضع ده بالذات اقول حاجه لان ده يعني اي ازمه في الدنيا بنسميها كرايز مانجمنت ليها نسبه توقع مدروس. احنا توقعنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو ازمه صحيه عامه موجودة احنا بنعمل كل ما في الوسع بقدر المستطاع لكن تخطيطيا لازم يكون في سيناريوهات خريطة يعني. خريطة تخطيطيا احنا يعني باتفاقي برضو مع الاستاذ عمرو الجناني يعني حط سيناريو واثنين وثلاثة بالظبط اتفاقي مع اللجنة الأولمبية علشان احنا عندنا سنة تأجيل وعندنا ولادنا موجودين حط سيناريو واثنين وثلاثة ده شكل المانجمنت العلمي اللي موجود. الرساله بقى اللي عايز توجهها عبر زميلنا العزيز ابراهيم فايق وبرنامج جمهور التالتة. انا بشكرك كابتن ابراهيم والجمهور التالتة انا عارف مهتم ومحب الكوره. احنا قلنا على شويه حاجات كتير ولمحنا على اكيد مش هنسيب صفه خاصه الانديه اللي تحت وايه اللي ممكن يكون موجود كمان يمكن مراكز الشباب احنا دورها بتكلم على مجالس ادارتها انتم موجودين رساله ليهم يعني انتوا موجودين لكن دور مراكز الشباب لازم تشترك في الانشطه الرياضيه في الاتحادات الرياضيه واولادنا يمارسوا لازم كمان الانشطه التثقيفيه والفنيه وخدمه المجتمع لازم ده دوركم ودور الوزاره مباشر لمجالس الادارات دوره مباشر بحكم القانون وبحكم ما انشئ من اجل مراكز الشباب. احنا موجودين معاكم مش ضدكم لكن انتوا كمان لازم تكون مع مجتمعكم بشكل كبير.